عسلامة ومرحبا بكم على قناة طيب الوحيش على يوتيوب. اليوم جبت لكم دويرة تعمل 66 كيف، المساحة الجملية متاعها 500 ولا 550 متر مربع. السعر المطروح في السوق للبيع 940 ألف دينار، بيع قابلين للنقاش. دويرة مضخمة على الأخر ولوكس أكسيسيبل، تبع 12 كيلومتر على البحر، فرصة خارقة للعادة. ننصحكم تتفرجوا في الفيديو حتى الأخر، على خاطر اللي باش يشري ينجم ياخذ فكره، واللي قاعد يتعلم في الديزاين وفي الاركيتكتور وعلى العقارات اون جينيرال ينجم ياخذ فكره على السوق بتاع العقارات في تونس شنو موجود فيه، كيك سوا موجود في تونس والا خارج تونس. ميرسي انفينيمو، نتفرجوا في الدويره مع بعضنا. اذا كان جديد معنا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، على خاطر كل اسبوع نجيب لكم عروض مزيانه نتفرجوا فيها مع بعضنا الناس الكل. به الدويرة متاعنا اليوم موجودة على كياس رئيسي اكسيسيبل فسيل على الاخر، لا تقولوا لي شبيها بيس لا شبيها ندرا شنو، تعمل 66 كيف بارفيت. الدار ما ناقصها حتى شيء، عندنا جردة كبيرة قدام الدار، مدخل متاع سيارة من هنا، من بعد نجم تزيدوا هاكي السقف اللي عملوه. كان ديكوري كاملة، نلقاو ممشى لهنا حذا الوحدة بتاع المدخل متاع السيارة. عنا ممشى هنا متاع بيتون زادا كيف كيف ديكوري، فيه الإضاءة، يعني حتى في الليل الإضاءة زادا فيها ليكابتور أوتوماتيك، يعني كي تدخل دارك ما تحاولش تشعل في الأضواء. ديجا يشعلوا على مع لي ديتكتور دو موفمون. دونك هذه الدويرة متاعنا، بيسين تعمل 66 كيف تقريبا 4.5 على 9، واسعة، دويرة مهرة، ما شاء الله، يعني كاملة كاملة ما تستحق حتى شيء. بالنسبة لشات الملكية، هنا عندنا تيتر انديفيدويل، الأوراق الكل منظمة، الدنيا كليكا معناها كاملة ما ناقصة حتى شيء. عندنا فيها تراس لهنا قدام الصالة، فما الشباك هذاك اللي في الريتشوسي نتاع شومبرا كوشي اللي موجودة في الطابق الأرضي، وعندنا تراسات مزيانين في الطابق الأول يفتح على البيسين وعلى الجردة وعلى المناظر الخلابة نتاع الحمامات. نلقاو بلوزيور إيكيبمون مزيانين في الجردة، دي بلون ديكوراتيف، نلقاو فاسك لهنا اوريجينال على الاخر، تري تري اغريابل. بي كيف ما قلت لكم لهنا التراس نتاع الفيراندا، الارضيه الكوليكا رخام كيف ما قاعدين تشوفوا، حاجه بارفيت في قمه الروعه، ما ينقصكم حتى شيء. نلقاو لي سبوت موجودين في الدار الكوليكا في التراس الكل. هنا الباك يارد معناها الاسباس اكستيريور نتاع الدار من تالي، تلقاو فيها امتي تراس امتي كوال هنا متاع روبا بتاتر ولا متاع نشر الغسيل والا حاجات. فما في الليميت هنا روتري صغير، وفما باب كان تراوه من العرش من هنا متاع امتي لوكال تكنيك. كارتيه جديد وريزيدنسيال كله فيلات، دونك فما شويه حس حذر على خاطر شانتي قاعد يمشي. نرجع مع بعضنا ونعملوا طلة على الدويرة في اللونتري. هذا المدخل الرئيسي كنا لهنا بكري، توا نمشيو نعملوا طلة على الدويرة من داخل. اش فيها بالضبط؟ نلقاو صالون واسع فيه شيميني، في شيميني هذيك راهي حقيقية اوريجينال، يعني تدفي الدار وكل شيء. إذا كان تحب تستغنى على شوفة سنترال تنجم، على خاطرها تطلع حتى الفوق وتدفي البيوت الفوقاني. نلقاو إطلالة رائعة من واحد من الصالون والفيراندا هذيا متاع الصالة، حاجة بالمو تاخذ العقل، دويرة روعة. ثم الكوان هذايا وين الحيط هذايا اللي مقابلنا، نلقاو البارتي هذيا نجم تكون نتاع تلزة، فما الوحدة هذيا اللوح نتاع نورمالمون دوش تيكستيريور، بعديكا تركب دار جديدة مازالت ما تسكنتش.
نلقاو ديريكتومون ادروات نلقاو كوجينا واسعة اللي هي اللي كنا نشوفو فيها من برا. كويزيني كاين هنا قصة شاي جوست لا فيسيل بعد تحب يجي الكيسري والفان هنا بلاصة الهوت اذا كان يحب يزيد على الهوت يزيد. دونك هذه هي الدويرة نتاعنا. نلقاو طابل دو ترافاي فيه اسباس السوراج معناها نسيت حاجات قضيات دنيا الكل فازابل. دونك هذه هي كوجينا مزينة هنا بالبارتي هذه بتاع دي تروك ديكوراتيف والا حاجات نتاع زينة تعطي منظر مزيان برشا ومش على الكوشينة. نلقاو نفسها في الصالة بوا فرين يعمل 66 كيف معناه سوليد باب مضخم وروبوست على الاخر. هي الكاز ديسكالي طلعنا لبقيت الغرف نتاعنا فما غرفة وبيت حمام غاديكا تو نرجعو لهم واحنا هابطين نمشيو مع بعضنا ونعملو كاميرا على بقيت الغرف عندنا تروا شومبر سويت لهنا نبداو بالغرفة اللي على اليمين البرانسيب هذه الماستر بادرو نلقاو فيها سال دو بان مخمع دخل وعندنا زادا البارتين تاع الدوش دوش فيها تشاور فيكس وفيه الموبيل كيف كيف في البلار اللي مخدوم بيه سيكوريتي يعني من احسن الماركات معناها ما يكسرش يقعد ديما ربعش هذه هي اكثر دبابة بتاعنا وحنا غرفة النوم الرئيسية حاجة شفيف عليك على باش على الإضاءة باش تفهموا الدار أكثر. نلقاو بلاكارات مزيانين برشا وبوزري مزيانة على الأخر ديكور خاص بالدار هذيا وعندها وعندنا كل بيت فيها تراس مزيان على الأخر نتاع فاضل الماء حاجة روعة أرضية كيف كيف كل كليل خام مزيان على الأخر. دريسين دريسين الاخر بلاكارات هنا دريسين دريسين سيباري وحده نتاع ازيد ازيد اماكن ازيد ديسباس ستوراج يعني كي في عندك زي شتي ولا حاجه ولا تاع الصيف مثلا سويت نمشيو معنا نعملو طلع على الدوزيام شومبر اكوشي بلافون روعه هنا نرمو بلاصه الفرش ويجا مزيانة برشا كيف كيف تلقاو في التيراس مزيان كبير باش تعمل سبور باش تعمل يوغا باش تعمل دونك حدا عندك راحة باش تعمل كويستي زيادة تمشية كيف كيف تبدا في السطوة هاذيا نلقاو تزامن مزيان برشا. نثبت معاكم في التفاصيل باش تبدا الرؤية واضحة. سلمان روعة هنا اللي نشوف فيه وجهي تنوم عليها نظيفة كيف كيف نفس الديزاين اتش ار فيكس و فليكسيبل سيباراسيون هنا كيف كيف سيكوريت فاس مزيان برشا مدخل أزرتي على المود بتاع السندبة هذه
شو العادة ونحن نطلع عليه غرفة النوم الثالثة. نقاوز هذا كيف كيف ديزاين مختلف ومتآخر مزيان على الآخر. شوفوا ما شاء الله نعمل عليه من أحسن الماركات. نفس الديزاين دوش فيكس فماليكس فليكسيبل وسيكاريتي ما موجود سيباراسيون سيكاريتي. هذه الغرفة نتاعنا والأطلالة الدينامية كيف كيف زاد الديزاين نتاع البلون نتاع الدار اللي وراها راني شفته وطلعت عليه يعني فماش فيزافي باش يكون الهيوت نتاعها يبعد فما دري من هنا دونك ما عندكش فيزافي في المستقبل باش تبقى دويره مخمه ومزيانه كيف شنو بعدنا ونخرج ونثبتوا فيها الغرفه الرئيسيه الغرفه نتاع اللي في الجوسي لا هي ثم هذايا الكارت كار زاد زاد كيف كيف سيكوري ترومبيش على الاخر ما شاء الله معناها ودير يحكي تقول هو بالاخر ديما فرح بكم ما تنساوش ديما تعمل لي سبسكرايب وتفعل الجرس والجمال تعطيني جمال تحب الجمال دونك هذه هي الريتشوسي تاع الحمام تاع الريتشوسي ديزاين مختلف زاد كيف كيف الريح هذا شو اسمه هذا والله نسيت مخي ساي ياكم تشوفوا شوفوا فسروا حالكم مود اخر هنا في الصال دو بان هذيا مزيانة على الاخر ونجيو مع بعضنا ونشوفو الشامبر كوشي اللي في الريتوسي دونك عندنا بيت واسعة بالكدا فيها لي بلاكار نتاعها فيها دريسين كبير زادا وعندنا وهذه الاطلالة نتاع البيت النوم اللي في الطابق الارضي نستغلها بيت شامبر بارونتال ولا شامبر دامي ولا كيف ما تحبوا انتم. باهي اذا كان جديد معنا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وكيما قلت لكم ان شاء الله تعجبكم التويره اعطيونا رايكم في الكومنتات وبارتاجيو مع اصحابكم اللي تعرفهم يقروا فلاش قاعد نصور في تحف انا كنت نقرا في الدومين هذايا دونك راني نلوج على فيديوهات كيف ما هكا باش نعرف شنو عندنا في بلادنا وشنو عندنا في تونس. ميرسي انفينيمون ونشوفكم في فيديو جاي.